الآن وحصرياً استديوهات همسة فرح أسفرت ثم انوارات واستهلت وانطرت والقلوب بجيته جات يمه مقبلة من مطار دبي وأقلع طيارته في مطار جدة كلنا نستقبله مرحبا يا وافية صيت راعى الأولى مرحبا باللي فعوله بعز مكملة أسفرت ثم انورت واستهلت واصطرت والقلوب بجيدة جات يمه من مطار دبي وأقلع طيارته في مطار جدة كلنا نستقبله من بعد رحمة دراسة انتظرنا جيته والسعودية بشوفتك الغالي منورة أشهد النبوك يا عبد العزيز غير جامع دين وثقافة والطيب ومرجلة هذا النادر اللي ينومس كل حين يكفي الاستاذ التركي ومنه يجهله جده اليوم كان الغامدي ساق عمره دون ربعه واحتماهم كونهم خير الله خيال العبية شال روس القوم وخنف ابتغاهم واكملوا الغامدي مضمون الحمية واعتنوا في صيتهم من استواهم من الجبار يا الأكابر كريمين السبا القوم تعز العزاز وتحل المعضلة الغامدي والجبارين هم اسم كبير دولة في وسط دولة بالاسم مسجلة من عرفهم قارية جعلهم بالعالمين هالكرم والطيب فيهم ومنهم بيه وامك ارحابي والله لها الاسم الكبير والكرم والطيب فيها ومنها منهلة وانت يا عبد العزيز شيخ ديني وشيخ قوم سجل التاريخ باسمه مزايا مذهلة مرحبا يا وافية صيت راعى الأولى مرحبا باللي فعوله بعز مكملة أسفرت ثم انورت واستهلت وانطرت والقلوب بجيدة جات يمه مقبلة من مطار دبي وأقلع طيارته في مطار جدة كلنا نستقبله من بعد رحلة دراسة انتظرنا جيته والسعودية بشوفتك الغالي منورة أشهد النبوك يا عبد العزيز غير جامع الدين وثقافة والطيب ومرجلة هذا النادر اللي ينومس كل حين يكفي الأستاذ التركي ومنه يجهله جده اليوم كان الغامدي ساق عمره دون ربعه واحتماهم كونهم خير الله خيال العبية شال روس القوم وخلف ابتغاهم واكملوا الغامدي مضمون الحمية واعتنوا في صيتهم من الجبار يا الأكابر كريمين السبا القوم تعز العزاز وتحل المعضلة الغامدي والجبارين هم اسم كبير دولة في وسط دولة بالاسم مسجلة من عرفهم قارية جعلهم بالعالمين هالكرم والطيب فيهم ومنهم بيه وامك ارحابي والله لها الاسم الكبير الكرم والطيب فيها ومنها منهلة وانت يا عبد العزيز شيخ دين وشيخ قوم سجل التاريخ باسمه مزايا مذهلة جوال 00 9 6